بسم الله الرحمن الرحيم. احنا في الفيديو ده ان شاء الله هنجاوب عن السؤال اللي هو What do marketers sell to you؟ ايه هو اللي بيبيعوا ليك المسوقين ومديرين التسويق وادارات التسويق بالشركات والمؤسسات المختلفة؟ اجابة السؤال ده ان في 10 انواع من السلع والخدمات بيبيعهم لك المسوقين في المؤسسات المختلفة. هنبتدي باول نوع اللي هو الجودز اللي هي البضائع المختلفة. عندنا مثلا زي البضائع الموجودة في السوبر ماركتس بأنواعها المختلفة، العربيات، الساعات، الملابس، أدوات المنزلية، كل دي عبارة عن جودز وبضائع بيسوقها لك ويبيعها لك مديرين التسويق في الشركات المختلفة. تاني حاجة بيبيعها لك اللي هم المسوقين اللي هي السيرفيسز اللي هي الخدمات، حاجة زي مثلا الترانسبورتيشن والنقل عموما بجميع أنواعه، سواء قطار، سواء نقل تقيل، نقل خفيف، نقل بحري، طيارات، نقل جوي، كل دي خدمات بيسوقها لك المديرين التسويق. الخدمات الشخصية زي الحلاقة، زي الكوافيرات بالنسبة للستات، الخدمات المحامين، تمام، والخدمات الطبية بالنسبة للأطباء والصيادلة والممرضين، كل دي خدمات بيروجها ويبيعها لك المسوقين. ثالث نوع اللي هو الاكسبيرينس اللي هي الخبرات، وطبعا المقصود بها الخبرات الحسنة هنا، زي عندنا مثلا رحلة لوالت ديزني، تمام، عندنا بيسوقوا برضو رحلات للمالديفز، للكاريبيان، لو حضرتك برضو من محبي ممارسة اللي هو التسلق للجبال بيوفرها لك وبيسوقها لك، او برضو من محب الكامبينج بيسوقها لك. رابع حاجة بيسوقها ورابع حاجة بيتم التسويق ليها اللي هي الايفنتس اللي هي المناسبات المختلفة، زي المناسبات العالمية الرياضية، زي الاولمبيكس، زي كأس العالم لكرة القدم، كل دي مناسبات بيتم الترويج ليها سواء رياضية أو اللي هي المعارض المختلفة، فنية، ثقافية، إيفن معارض سلعية أو معارض عسكرية أو حربية، دي برضو بيتم التسويق ليها. أو بالنسبة للتسويق برضو لمناسبات زي الحفلات المختلفة بأنواعها سواء أوركسترا أو فنيين أو فرق مختلفة، دي رابع حاجة اللي هي الإيفنتس اللي بيسوق ليها الإدارات التسويق بحيث إن تشارك فيها وتستمتع بيها. وخامس حاجة بيسوق ليها إدارات التسويق هي حاجة بيسوقها لك المسوقين اللي هو البيرسونز اللي هم الأشخاص السليبرتيز، زي مثلا مادونا، زي مايكل جاكسون، زي عندنا عمرو دياب، كل دول بيبقى تحتيهم ناس بيسوقوا لهم، بيشتغلوا على السوشيال ميديا، بيشتغلوا على الميديا العادية، بيشتغلوا على الصحافة زمان قوي. فبنلاقي برضو إن دول المسوقين بيسوقوا الأشخاص السياسيين زي دونالد ترامب، زي أعضاء مجلس الشورى، أعضاء الكونجرس، كل دول برضو المسوقين بيطرحوهم على الكوميونتي وعلى الناس. السي او اوز الكبار للشركات الكبيرة زي بيل جيتس ومايكروسوفت، فبالتالي بيل جيتس بيشتغل عنده تيم برضو بيسوقه للمجتمع كرجل خير. مثلا عندنا هنا مثلا هشام طلعت مصطفى بيحاولوا يسوقوه برضو كراجل خير وهكذا. سادس حاجة بيسوقها لك المسوقين اللي هو البليسز الأماكن، فممكن بيسوقوا أماكن كمدن زي الإسكندرية، زي دبي، زي قناة السويس، الإسماعيلية، دي المدن، أو الأقصر وأسوان، أو بيسوقوا لك البلد كاملة عموما، زي اللي هي طبعا احنا عارفين اليونايتد ستيتس دايما كان بيسموها بلد الأحلام، فكان بيسوقوا العالم الجديد للعالم القديم بحيث ان يحصل اميجريشن للعالم الجديد، او الحضارات زي الحضارة الفرعونية او البابلية او الحضارة القديمة في اليمن، فده برضو للأماكن، تسويق الأماكن. سابع حاجة بيسواها لك الإدارات التسويق والمسوقين اللي هي البروبرتيز اللي هي الملكيات الشخصية، زي مثلا البيوت، زي المحلات،
زي ايفن حتى الحاجات اللي هي الستوكس والشيرز اللي موجودة في البورصة، بيحاول المسوقين ان هم يطرحوهم عليك بحيث ان انت تستفيد منها وهم يستفيدوا برضو منها كعمولات. تامن حاجة بيسوقها ليك المسوقين اللي هو الاورجانيزيشنز اللي هي المؤسسات الكبيرة زي هارفارد، وان هي بتحاول تسوق نفسها للطلاب، والطلاب اللي سواء اللي هو البري والبوست جرادويتس والبي اتش ديز عموما، او المؤسسات زي الخيريه زي مثلا عندنا في 57 357، او اليو اس ايد طبعا اللي هي بتبقى دونيشنز من الامريكان بيبول للشعب، او الشركات الكبرى اللي هي بتبقى متهمه ببعض التلوث البيئي او كده زي شيل، فاللي هي بتسوق نفسها وبيسوقوها كمؤسسة دعم للبيئة وبتطور البيئة. تاسع حاجة بيسوقها إدارات التسويق اللي هي المعلومات، زي مثلا خدمات الإنترنت، وبيبيعوك الإنترنت والخدمات الإنترنت وشركات الإنترنت، وبرضه في نفس الوقت بيشتغلوا على إن هم يسوقوا ليك اللي هي زمان كان السي ديز والشرايط للايبود والايفون واليو اس بي درايفز، تمام؟ فهنلاقي برضه الانفورميشن اللي بيسوق ليها ادارات التسويق زي السايكلوبيديا زي ديسكفري زي ايفن حتى لو فيرتشوال زي الويكيبيديا. وعاشر حاجه بيسوقها لك المسوقين اللي هي الايدياز اللي هي الافكار، زي مثلا الافكار اغلبها بتبقى افكار حسنه موجهه للمجتمع زي سين نو دراجز عشان مكافحه المخدرات، او الانقاذ الغابات اللي هي الرين فورست اللي في الامازون اللي على اساس ان هي الرئه بتاعت العالم، وفي نفس الوقت الهيلثي فود اجينست اللي هو النون هيلثي فود اللي هو البرجرز والحاجات دي. فهنلاقي المسوقين بيسوقوا الايدياز دي بحيث ان هي بتبقى مفيده للمجتمع والمجتمع يتولى. وبكده يبقى احنا عرفنا العشر اشياء اللي بيبيعها لك المسوقين في اداره التسويق في الشركات المختلفه. واتمنى يكون الفيديو ده عجبكم، ولو عجبكم الفيديو ده يا ريت سبسكرايب للشانل بتاعتنا وتشتركوا فيها اللي هي ميني ام بي اي شانل، وتستمتعوا بفيديوهات انترستنج ويوسفول في نفس الوقت. وبالتوفيق للجميع باذن الله.